صباح الخير واهلا بكم مشاهدينا الكرام. لسه مكملين معاكم سياحة اليخوت بتتجه مصر، وفي خطة من الحكومة للتوسع في هذا النوع من السياحة، خصوصا ان سياحة اليخوت هي زي ما بيقولوا عليها كده سياحة الاثرياء، وهي دايما زباينها هم اصحاب الملايين والاغنياء في العالم. علشان كده بيمتاز هذا النوع من السياحة بانه يعني افضل وارقى واغنى انواع السياحة الموجودة في دول العالم المختلفة. مصر بتتجه إلى هذا النوع من السياحة خصوصا بالنظر إلى موقع مصر الاستراتيجي، ومن هنا كان في اهتمام وإعلان من الحكومة عن خطة للتوسع في إنشاء الموانئ والمراسي السياحية علشان تكون مصر قبلة لأصحاب اليخوت ولسياحة اليخوت. هنتكلم أكتر عن هذا النوع من السياحة وفرص زيادة حجم مشاركة سياحة اليخوت في حجم الدخل العام للسياحة بصفة عامة في مصر مع ضيفتنا الكريمة دكتورة إيمان الليفي خبيرة التسويق السياحي. دكتورة إيمان صباح الخير وأهلا بيكي. صباح الخير. عايزين نعرف أولا إيه هي سياحة اليخوت؟ تمام، إحنا عندنا أنماط مختلفة من السياحة زي ما أنت عارف، ودي واحدة من هذه الأنماط المهمة جدا جدا. سياحة اليخوت عبارة عن سياحة الصفوة، خلينا نقول كده. الكثير من الأثرياء اللي عندهم يخوت، الخوت دي مكلفة جدا جدا، وهما بيحبوا يستمتعوا بالشواطئ المختلفة، يعني بتحركوا لدول كتيرة جدا جدا. ممكن تيجي مصر، ممكن تروح إيطاليا، ممكن تروح كرواتيا، ممكن تروح اليونان، وأي أماكن فيها شواطئ هامة ومهمة جدا. وإحنا بالنسبة لنا هذا النوع من النمط السياحي مهم قوي قوي، وده نمط واعد، وشغالين قوي دلوقتي يعني مسؤولين على إن هو يعمل تسهيلات لهذا النوع من النمط السياحي. احنا عارفين دكتورة ايمان احنا عندنا حوالي 23 ميناء سياحي ومارينا وثلاث مراسي. طبعا احنا عارفين مارينا الغردقة من واحد من اشهر المارينات الموجودة في مصر. حضرتك بتشوفي البنية الاساسية والتحتية فيما يخص سياحة اليخوت في مصر يعني عاملة ازاي، وهل هي فعلا في حاجة الى زيادة هذا العدد من الموانئ السياحية والمراسي والمارين في مصر في الوقت الحالي والفترة المستقبلية؟ طبعا احنا عندنا فعلا عدد كبير جدا من المواني من مارينس مجهزة ان احنا نستعد لهذا النوع من النمط السياحي، او ان احنا نكاس في هذا النوع من النمط السياحي. لكن انا دايما بشوف ان انا لو مختلفه بشيء هيكون افضل، يعني انا لو اسمع ان انا عندي اكبر مارينا على مستوى العالم ده هيبقى ملفت للنظر جدا جدا، خصوصا لهذا النوع من الانماط السياحيه. يعني لو عندي، لو انا كثفت جهود وعملت مينا اكبر او مارينا كبيره مجهزه، واقول ان دي اكبر واحده على مستوى العالم واكثر واحده يعني مجهزه على مستوى العالم، ده هيلفت نظر كتير جدا جدا من رجال الاعمال اللي عندهم يخوت، وهيجوا وهيتجهوا اكتر واكتر لمصر. انت بتنافس، انت عندك منافسين كتير جدا ليهم باع في هذا النوع من المجال. فانت علشان تقدر تنافس لازم تبقى مختلف وتقدم كواليتي وتقدم فاسيليتي، ده مهم جدا جدا. طيب دكتورة ايمان ايه اللي بيحتاجه سائح اليخوت لما يعني يجي بلد معينه او ميناء معين او مرسى او مارين معين؟ طبعا الاحتياجات، لان ده مش اي جيست، ده جيست عايز كل حاجه مختلفه، خصوصا احنا عارفين هو يعني زي ما بتقول بعض التقديرات ان هو بيصرف 5 أضعاف السائح العادي. بالظبط، لان هو اوريدي ليفل عالي، يعني اقتصاديا هو ليفل عالي جدا، وده مهم جدا احنا محتاجين ده. طبعا لو في مطاعم مميزه قوي عالميه بجوده عاليه جدا جدا في كل اماكن هو بيجي لها هنا، لان احنا عندنا اكتر مكان يقدر فيه، يعني عندنا البحر الاحمر، عندنا شواطئ البحر، عندنا شواطئ البحر المتوسط، انت عندك اماكن رائعه للاستمتاع بهذا الجو الجميل الخلاب، سواء كان في الغردقه او في الجونه او في شواطئ البحر المتوسط، عندك حياه هايله جدا جدا. اعمل لي كواليتي مختلف، جوده، انا يعنيني لهذا القطاع بالذات الجوده. صحيح انا حقيقي عايزه الجوده في كل شيء، بس النمط السياحي ده بالذات انت بتعامل حد سافر العالم ولف العالم وشاف دول قويه جدا جدا سياحيا وعندها كواليتي عاليه جدا. مصر مش اقل من اي دوله، انت عندك هنا كل المقومات بس نوظفها صح. هو ما بينظرش للسعر على قد ما بينظر الى الجوده، ده الاولويه والاستمتاع بده. سينيور شهاب، يعني انا كمان شايفه حاجه، انا اقدر اعمل كونكشن ما بين السياحه، سياحه اليخوت وسياحه ثقافيه.
ليه ما خصصت طيارات هليكوبتر خاصة بده؟ لأن بسهل له إن هو لو في البحر الأحمر أو في البحر المتوسط أنا باخده على منطقة الأهرامات، برضو على منطقة على المتاحف، على الأقصر، وفي نفس اليوم يعني حتى سياحة اليوم الواحد في كتير جدا من الدول عاملة كده. فأنا كده بوظف ده وبدخل يعني ده مصدر من الدخل القومي القوي جدا، وطبعا العملات الأجنبية وإحنا محتاجين ده جدا. فيا ريت يكون في يعني ايديولوجي، يعني في افكار مختلفه. انا عايزه افكر خارج الصندوق، انا عارفه ان ده مكلف، لكن احنا ممكن نعمل يعني تعاون ما بيننا وما بين دول تانية، مستثمرين يجوا يشتغلوا في مصر ويقدموا الخدمات دي، فانا هنا هقدر استفيد بهذا النوع من السياحه. ليه لا؟ انا كمان عندي السياحه العلاجيه اللي دايما بتكلم هي فين؟ يعني احنا محتاجين السياحه العلاجيه كمان، مش بس سياحه اليخوت. طيب دكتور ايمان، لو قلنا احنا فين دلوقتي في سياحه اليخوت في مصر، ولو استثمرنا او زي ما الحكومه اعلنت عن خطط لديها، هتكون سياحه اليخوت بتساهم بنسبه قد ايه من السياحه ككل للدخل في مصر؟ احنا على الطريق، يعني احنا ماشيين كويس، احنا بنحاول وفي افكار كويسه جدا مسؤولين علشان تسهل هذا النوع من النمط السياحي، سياحه اليخوت. لكن في نفس الوقت احنا مش منافسين من الدرجه الاولى، ما انا عايزه ابقى في الاول، انا مش عايزه ابقى لسه في الطريق. يعني احنا شغالين هنشتغل اكتر. من ابرز الدول المنافسه لنا في المنطقه سواء في البحر الاحمر او البحر المتوسط؟ عندك دول كتير جدا، انت عندك ايطاليا شغاله كويسه قوي، عندك اليونان شغاله كويس قوي، السعوديه متجهه لده وشغاله برده كويس قوي، كرواسيا، في دول كتيره. كل ما الدول اللي عندها سواحل شاطئيه وخاصه الدول الاوروبيه طبعا هم ليهم باع كبير جدا في سياحه اليخوت. عشان كده انا عايزه ان انا الجا للخبرات الاجنبيه في ده، ادرس ده ازاي وصلوا للمرحله دي عن طريق دراسه ده وتطبيقه هنا في مصر. انا هقدر اوصل لمرحله زيهم بالظبط وممكن انافس اكتر منهم. انت عندك شواطئ جميله جدا مستر شهاب. انا انا على الارض، انا مع السايح، لما بسمع منهم الكومنتس عن البحر الاحمر او عن الساحل الشمالي البحر المتوسط بيقولوا اجمل شواطئ شفناها في الدنيا. احنا لازم نوظف ده صح وناخد خبرات اجنبيه علشان نقدر نوظف ده لصالح سياحه الشواطئ. طيب هل سياحه اليخوت مجرد تقديم خدمات فقط للساحل الخاص بسياحه اليخوت، ولا احنا محتاجين حاجات تانية فيما يخص سياحه اليخوت زي مثلا صيانه اليخوت وغيرها من الخدمات اللي ممكن تقدم؟ انت سبقتيني بدقيقه، انا كنت عايزه اتكلم في الموضوع ده، لان انا لازم عندي ترسانه خاصه بصيانه اليخوت، لان الدول الثانيه اللي بتنافس اوريدي في البعض منها عندها اماكن لصيانه اليخوت. دي بتعني جدا جدا اصحاب اليخوت اللي بيتحركوا بيها، لان لو حصل شيء ما او هو محتاج ان هو يقف في المكان ده يستمتع بزيارته في نفس الوقت بيعمل صيانه لليخت بتاعه. طب ليه لا؟ ده مهم جدا جدا ان احنا نشتغل عليه، واكيد ده محطوط في الحسبان وفي الخطه اللي هم يعني بيدرسوها علشان يحسن دايما القطاع السياحي. من وسائل تحفيز او تشجيع سياحه اليخوت في مصر زي ما اعلن وزير النقل عن استصدار تصاريح لسياحه اليخوت خلال 30 دقيقة عبر منصة والدفع عبرها. حضرتك بتشوفي الخطوة دي ازاي؟ هايل، يعني أنا فعلا متابعة الأخبار دي وأنا شايفة إنها إيجابية جدا جدا. إحنا أنا دايما بقول في السياحة بصفة عامة لازم التسهيلات مش لازم التعقيدات، لأن أنت بتنافس الحاجات دي مش موجودة في دول تانية. يعني أنا عايزة ليه مصر ما تبقاش زي غيرها؟ يعني الفكر ده فكر هايل جدا، كان المفروض يتطبق من سنين، لكن دلوقتي إحنا يعني نيفر ليت، إحنا دلوقتي اشتغلنا على ده. معنى كده ان انا بيسر لاصحاب الخيوط عفوا اليخوت ان هم يوصلوا بسهوله وان هو يدخل بسهوله، فهنا مش هيبقى متضايق، هيبقى مبسوط ان هو جاي بلد عظيمه زي مصر. هايل جدا. الترويج لسياحه اليخوت بتختلف عن الترويج لاي نوع اخر من السياحه طبعا. حضرتك بتشوف ازاي يتم عمل ده الترويج لسياحه اليخوت في مصر خصوصا مع الخطوات اللي بتعلن عنها الحكومه؟ جميل، انت كل وسائل التواصل الاجتماعي تهمك جدا جدا وبتوصلها ليهم هم شخصيا، لان هو اي حد يعني بيسافر باليخت بتاعه هيبقى مهتم جدا بان هو يتابع اي اخبار خاصه بده. فانت لازم هتبقى في كل المجال في كل قطاعات اللي بتتعلق بالبروباجندا بالتسويق الخاص بده لازم تحط مصر وتوري، يعني لازم يعني تبين زي السواحل شكلها ايه، المارينا شكلها ايه، الفاسيلتي حضرتك سائلها دلوقتي دي مهمه جدا، هتتكتب بكل اللغات، انت في خلال نص ساعه هتقدر تتواصل وهتقدر تاخد تصريح بانك تيجي مصر. عندنا مطاعم يعني اسماء المطاعم المهمه، عندنا زيارات هتتعمل بطيارات خاصه ممكن توديك هنا او هنا، يعني ده برضو لازم. عندنا اتصالات وسائل مواصلات هتوصلك للمناطق السياحيه، كل ده لازم يتكتب بكل اللغات.
ويتحط في كل اماكن او يعرض في كل الاماكن اللي فيها تواصل اجتماعي علشان توصل المعلومه ليهم، مهم جدا. مين اكتر الدول المصدره لسائحي اليخوت في العالم دكتور ايمان؟ هو كذا دوله، انت ايطاليا طبعا اساتذه في العالم ده ممتازين جدا، اليونان طبعا، كذا دوله مش دوله واحده حقيقي، ومصر هتبقى ان شاء الله احنا كمان، يعني دول اوروبا ممتازين جدا جدا في هذا. حضرتك بتشوفي برضو ايه ابرز الاماكن اللي هتكون يعني ليها يعني زي ما نقول كده مستقبل باهر ان شاء الله فيما يخص سياحه اليخوت في الفتره اللي جايه في مصر؟ طبعا البحر الاحمر ما حدش يقدر ابدا يتكلم في جمال البحر الاحمر، واكثر مكان بيجذب العالمين، يعني منطقه العالمين دي منطقه هايله جدا جدا جدا، وده يعني انا شايفه ان ده مكان او لو اتعمل فيه مارينا عالميه وعملنا سيرفيس كويس قوي قوي، المكان ده هيبقى مستقبله واعد، كان رائع فعلا، اكثر من رائع. طيب اخيرا دكتور ايمان، هل في نصيحه او وجهه نظر حضرتك يعني شايفاها ان احنا علشان نعظم هذا النوع من السياحه لازم المسؤولين في هذا الاطار ياخدوا بالهم منها او ينفذوها؟ اه إيه؟ تسهيلات. انا دايما بقول فاسيليتي، انا كسائح لما باجي انا عايز كل شيء سهل، انا عايز اوصل لكل شيء بسهوله والاقي انفورميشن كامله لده، فانا يهمني جدا ان تتواجد مكاتب سياحيه وشركات سياحه، تتواجد كل المواصلات، وانا يهمني مساله طياره الهليكوبتر اللي ممكن تاخد السائح فورا لاي منطقه سياحيه ثانيه علشان يعمل كونكشن ما بينه وما بين السياحات المختلفه، سواء كانت اليخوت عفوا او سياحة الثقافية، تهمني جدا ان انا اعمل ده مع بعض. انا عارفة ان الكلام ده ممكن يكون مكلف، بس الكلام ده هيجيب دخل قومي كبير جدا جدا، عملة صعبة احنا محتاجينها، وانا شايفة يا ريت ان احنا نعمل ده، نهتم بالتفاصيل اللي بتسهل على السائح ان هو يبقى سعيد وان هو يقدر يزور اماكن مختلفة، ياكل اكل كويس، مطاعم تكون شيك جدا جدا، كواليتي عالي جدا في كل شيء، انا مش بتكلم على سياحة اليخوت فقط، انا بتكلم على كل انواع او الانماط السياحية في مصر. هل حضرتك شايفة ان الاستثمار في سياحة اليخوت في مصر يعني او المستثمرين في سياحة اليخوت في مصر يعني سواء من برا مصر او من او من داخل مصر هيكونوا على قد قدر المسؤولية او عندهم الخبرة الكافية اللي تمكنهم من تقديم خدمات عالمية لسائح اليخت؟ بالتأكيد، لأن دي سياحة واعدة، دي مش أي سياحة، يعني دي سياحة الطبقة العليا، فدي طبعا يعني هتبقى مصدر دخل للجميع اللي هيشتغل واللي هيتعامل وحتى المستثمرين، فكله هيستفيد، بس أنا عايزة تيم وورك، أنا عايزة تعاون يعني ما بين المستثمر وما بين المصري، الاثنين مع بعض مسؤولين إن هو يسهل ده ليه هو كمان، لا طبعا ده بالتأكيد دي هتبقى من أفضل السياحات اللي موجودة يعني. نتمنى التوفيق طبعا دكتور أيمان الليفي خبيرة التسويق السياحي، شرفتينا ويوم سعيد عليك إن شاء الله. تحياتي. شكرا. كده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا النهاردة في هذا الصباح، بكرة موضوعات جديدة، حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء. We'll be right back.